في ناس واسماء في مجتمعنا لما تشوف بخصوصهم اي خبر وتشوف ازاي ناس بتستقبلهم بحب وسعاده، الواحد نفسه بينبسط، الواحد نفسه بيبقى سعيد، لانه الناس دي ليها مكانه معينه. وربنا لما بيدي يعني لما بيدي بني ادم حب اللي حواليه وحب الناس له، ده بيبقى من عند ربنا. صحيح بيبقى هو صاحب موهبه، صحيح بيبقى هو صاحب اجتهاد، كل ده مهم وضروري، بس ما ممكن تلاقي ناس كتير اصحاب موهبه وناس كتير اصحاب اجتهاد، لكن في بني ادم معينه بني ادمين معينين ربنا يعني ايه يزرع حبهم فينا كده. منهم الفنان الكبير الاستاذ لطفي لبيب، اللي اول ما البوسترات او الصور الدعائيه الجديده، البوسترات الدعائيه الجديده اللي ظهرت تخص فيلم النجم الكبير هنيدي، فيلم الجديد اللي هو مرعي البريمو، اول ما ظهر فيها لطفي لبيب على البوستر، وكانت الناس بترحب ترحيب كبير جدا جدا بيه وسعداء بوجوده في الفيلم. وهو موجود معانا دلوقتي على التليفون، وهو دايما كان بيشرفنا وكان منورنا هنا من كام شهر. فاولا عايز اقول له مساء الخير، ودايما بنهنيك على حب الناس وقبول الناس وارتباطهم بيك. مساء الخير. متشكر خالص يا استاذ شريف، متشكر جدا جدا، ونادي انا بحبها وكل الجمهور انا بحبه، بل بحب مصر كلها. طمنا على صحتك الاول بس يا عم لطفي. انا صحتي كويسه الحمد لله وخير والحمد لله، وشاركت في مرعي البريمو. ايوه. وعايز اقول لك ان ما اجمل هنيدي، ما اجمل هنيدي طبعا استضافني في هذا الفيلم، انا مجرد ضيف، لحالتي الصحيه ضيف، بس انا عملت مع هنيدي تقريبا كل افلامه. ايوه. من جانا البيان التاني صعب صعب ولياخذ. ايوه صح. لكل ده انا كنت فيه بشكل دائم. فشكرا للزميل محمد هنيدي اللي رجعني اقعد في الكواليس واعيش. بتنبسط يا استاذ لطفي، بتنبسط وانت وجودك في موقع التصوير، في لوكيشن التصوير. انا متربي في الكواليس في اللوكيشنات، يعني انا بقالي سنين عمري مقضيها في اللوكيشنات، وبتبسط في اللوكيشن جدا. ما بيبقاش موضوع متعب ليك دلوقتي انك تبقى موجود خالص وتشتغل؟ بيبقى ممتع. ممتع. فانا عشت ده. وبشكر كل اللي اشتغلت معاهم، وبشكر الاستاذ سعيد حامد، وبشكر غادة عادل الجميلة وبشكر احمد بدير، وبشكر مصطفى بوسريع وعلاء مرسي وكل الزملاء، بشكرهم جدا لان استضافوني استضافه جميله جدا وممتعه جدا، ويا رب الفيلم يعجب الناس. اكيد هيعجب الناس ان شاء الله، احنا سعداء ان احنا نسمع صوتك وان شاء الله. انا متشكر جدا. انا اللي متشكر ليك، شكرا جزيلا يا استاذ. العفو يا استاذ شريف. شكرا جزيلا، وكل سنه وحضرتك طيب، وهنسعد بوجودك في الفيلم ان شاء الله. تحياتي. شكرا. اتفضل. وهنسعد بوجودك في الفيلم ان شاء الله، وهنسعد بالفيلم نفسه.